فيما يتعلق بمسألة تأجيل الانتخابات، أنا أرى أن هي صفعة للديمقراطية وصفعة للجماهير التي اتجهت نحو صناديق الاقتراع في إيمانا منهم على أمل أن تتغير هذه الوجوه البائسة الموجودة في المشهد. تأجيل الانتخابات ليس أمر مفاجئ، فنحن كنا ذاهبون له منذ أيام وواضح للعيان. يعني كان هناك تلكؤ من يعلن تأجيل الانتخابات، هل هي المفوضية أم مجلس النواب، وكل واحد قاعد يحلف في الكورة للتاني، هذا ما حدث. أعتقد أن مسألة تأجيل الانتخابات إلى 24 من يناير المقبل هي ليست جديدا، للأسف لن تضيف جديدا إذا ما لم يتم تعديل القوانين الحالية التي أثير حولها العديد من التساؤلات والعديد من التحفظات والعديد من الجدل والعديد كذلك من مبررات لتأجيل الانتخابات.